باك علاش نقتلك شعرك علاش؟ واحد البنت اليوم ما تنحش معها في انا وياها ضد بعدي انا ما تنتحملش ذات صبغه شعرها ذات مقطع شعرها صبغه وبقى فيا شحال حيت كلشي كيقول لها فيتي زوينه بديتي لوك وتعالى من غير مدلو تعالى زوينه اويلي راه انت هي الكيوت ديال المدرسه راه قالتها لي الاستاذه يلا ادخلي زيدي ادخلي زيدي ادخلي نتغداو يلا تسناي نجيب تليفوني يلا سربي يلا يلا هات تليفوني زيدي يلا زيدي يلا زيدي يلا زيدي عاود لي على هنا الله يخليك بزاف حيت تما دغيا كيبان ليا فيها المهم كتحسي به لا لا زعما علاش زعما ليلى لا الشعر مربوط مش معمر وحشو عليك وكتضحك معايا واخا كيبقى في الحال صافي سمحي لي جرحتك والله صافي سمحي لي بنتي عندك تبارك الله كنسبسب بحال الحرير ليلى صراحه خدمتك اليوم اوجع عليكم ليلى الحبيبه ديالك دايره لاباس عليك كلشي بخير مول الدار الدراري كلشي مزيان كلشي مزيان الدراري اش كلتي شي لاباس انا بغيت عييت كلشي مزيان والله الا نهار كبير مسخوطه هذا نهار كبير هذا جيتي عندي جبتي البرهوشه ديالي بغيت نقول لك الزوينه ديالك المهم جبت عندك ساره قالت لي يا واه هذا اختي سوفي دابا انا ماما دابا دابا ماما ديما قالت لي ها هذاك ستار ديما شعري كنجي معايا حبيت كاني نبدلو اللوك ديالهم يعني فاش كرهتهم يعني خليو يبوات انا على الهضره سمعت البنت ديالها في المرمى خلاتيش تهوي وتقاتي لها المهم قلتي لها شي لوك يكون زوين تكون شي بنيه تكون زوينه والمهم تكون هي المهم الحبيبه ديالي قلت لك غادي ندير ليها غتصبغي لها الشعر تقدي لها المهم قلت لها شي لوك يكون زوين تكون شي بنيه تكون زوينه والمهم تكون هي احسن وحده في القسم حيت واحد صاحبتها انا اش دارت ليها يا اختي اش دارت ليها وقيت حفوفيه وقالت لك كيقول لها انت هي تيتي زاد القسم انت انا يقول لها بنتي سارق بغيتك ترجعيها ليا دوريجين بغيتك ترجعيها لي بحال خرجت من شي باكيه فهمتي عافاك حبيبه ديالي قدي لها وصبغي لها شعرها ويلي خنق فيها صافي واخا تسني دابا نصايب هاد الهيشه هاد الزوينه صافي هذا راه ديال الدجاج هاولي زعما انت دايره فيها انيقه وما عرفت شنو هيك مشتي الحمد لله هاد ما غتموتش المهم الحبيبه ديالي تهلاي ليا في ساره صافي اييه ندير لك اللوك وندير لك اللي بغيتي والله يلا سير حبيبه تسناني انت اختي من وين مزوده معايا حيت عندي بزاف ما يدار يلا دخلي ليا كتحيد شحال بصح ها ويلي نشوف المسخوطه الحمد لله واخا غير نتسنى ليلى صراحه خدمتك اليوم اوجع الله هاجي هاجي يا ساره هاجي هاجي خليني خليني هاجي هاجي هدايا انت ديري لي المشاكل شو ما تشري بدي لي شنتي مع السيده نضرب امك راه طيطير نقولك هنايا الناس بخير لاباس عليكم بصحة كتدوم كتدوم على اللي كيبان لك فيه القيمة والكرامة اويلي فيه الكرامة والقيمة ليه لقيتها كدوينها شوفي سمعيني غادي نوصيك وانا ما عندي خاطر الدراري اصلا نوصي ولا نربي الناس الكبار حشومه كيقولوا لك مع السلامة خالتي اللي قدي انا غتقولي لها خالتي بقى يحترمي الناس وبقى يقولي السلام السلام عليكم كنجبه عليك كيف تكون هذه الاخرى اللي جاية في الطريق ربي السلام وصافي الله يقدرنا عليكم اختك اللي غتجي ان شاء الله ما عندك المدخوله ديال الخبز والنعناع زيت بالله قلبي ليا ما بغيتها ما بغيتها انا بابا
الله يلا تبارك الله. شحال عندي الحبيبه؟ عندك 350 درهم. 350 درهم شوفي هذيك كي دايره. ها وين ماما صوري 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 انا غنمشي غنقولها انا غنمشي نتسخر وانت قولي لها غنمشي ندير لها لافايك ما خطرهاش نخرج. ها وين شكرت تا وقيت لها 350 درهم ماما. راه هي اللي بغات داك اللوك صافي سكت علينا. لا يلا اختار في داكشي يا غير اختار في العيشة كنديشة باش نفكي عندي ولا خرجتي على شعري ويلي المرأة مسكينة حال شبالة تاشو كي كدر وعيشة كنديشة شكو قال لا خويا سكتي المصيبة سكتي وعيشة كنديشة اختي بصحة بصحة اختي بصحة اسمحي لينا ايش كنديشه وغلطت البنيه بقى زايده فيه سكتي ماقدرتش نحبس سكتي والله فتك هنا حاجه مودة وتشوف هذي ارطات شحال هاش حتى كبت 350 درهم تبطي يا بلا 350 درهم تبطي 350 درهم شحال هي البيمو غاتجي بيا صافي يعني تلتمية وخمسين واحد واقيلا يا سكتي عليها راه ضريتي ليها سي سكتي عليها الطرطا قول لها عمري مدة عام يا ماما ومنى فاش مزال تدي عشا طفيل شحال ولا ومنى فاش مزال شحال من وحدة الله ربي الحبيب يا ربي الحبيب وتوفيتا صافي دابا ما كلت والو ما كلت والو اقسم بالله هكا الحبيبه شكرا هو بسلامه سمحي لي بزاف سمحي لي شكرا شكرا بسلامه سلامه اجي ساره كيوت يلا يلا سيري يلا سيري وصلتني بنتي عندي ماما شوفي اقسم بالله وطردتني بحال هذيك ولا طردتني تاع انا بحال عيشه كنديشه صغيره تتلف لي عمرها تعرفو باهي يا بابا تتعرفوها وانا خدرت السلامة اصلا انت شنو تتعرفي تتعرفي على اوزي يلا سارة سارة اش تدوس بسم الله اخيرا وصلت نوبتي عود صايبي داكشي مزيان لا شوفي هنا لا وشوية راه قطعتي لي يديا فايدة البت عندك داصرة سمحي لي والله انا ما كنحبش الدراري الداصرين عينك صافي هم بينك علاش اصلا كاع ما دير نشوف في المرايا تبير عليا ما كتوصلش للمرايا لا ما تنشوفها اصلا ايوا صافي يلا بلاتي ندير ليها يلا وقفي يلا بلاتي
شوفي نوري واش انا اللي كنعرفش غندير فين راه ما تعرفش حتى حاجه والله يحترس لينا مخنا عندك خربقه يا صغري ما تيقبلش لي انا دغيا راه عرفته بصح وعرفت هاد الصابونه ديال الحمار واه زوين راه انا كنديرها ب 300 درهم حيت هي الدوريجين ديالها فهمتي بتعرف بيها ب 300 درهم صابون الحمار ب 300 درهم الحمار كامل ما كدير داك الثمن تلقى يا ماما شوفي هذا راه دوريجين دوريجين كيدير 300 درهم ماما عندك تاخدي عندها صابونات الحمارة ب 300 درهم حمارة كاملة وموصلة 300 درهم وداديني لعرفة خير يوم مولا خليكي صابونة ب 300 درهم وصابونة ديال الحمارة غتردك حمار ونهاري والله قالك صابونات الحمارة ب 300 درهم مصطي هاي اش كدير ديك الصابونة واخا تكون انت دير عملية ب 300 ودير 300 درهم صافي صافي يا شحال صافي يا شحال غيا يسرى 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 عطيني عطيني السلوفان عطيني الالومنيوم الالومنيوم والسلوفان اويلي اش كدير هذا بالالومنيوم والسلوفان هاري السبعه ياك من امي تشويني انتيا اويلي وقفي وقفي هاري شوفي اش تقول لك اش ديك السباغه اللي شاطت ديك السباغه اللي شاطت ليا جيبيها ليا نلبطها عليها مالها تخسر سير سير جيب يلا سير الا سولاتك شحال كدير هاد السباغه بعد لها 150 درهم صافي يا صافي ساره بخير اش كديري تسمعيني ها ويلي اش كديري اش كديري تسناي تسناي كنت باغا ديريني في الفران بلاتي ديري هكا حتى تصبغ لك هاد الجهه بغيت ندير في المرايه بغيت ندير في المرايه واش مازال زي حدثت انا مخاف زيدي زيدي هنا واش اش كديري هادشي كامل على قبل تقطيعه زي حدثت انا مخاف ياك من يوم يجي تخيني بشي فراس اللي قلت لي انا ديما بلاصتك واجي معاه وما نمشي معاه بيها ماما صافي مشيت ديك ماما تاعي هي اللي كندير لك سهلة صافي مشيت معاها هاي تيحرقني هادشي تيحرقني هادشي ويلي هاد فين مسات هاد وليدة وليدة عاونا سليدة هاد وقيلة ساعتين كاع لا رويالة صافي هادشي شوفي هادشي والله إلا نسيت وين من الصادي بسم الله يا رب لي الحاشم بسم الله دغيا بغيت ندلى في الماء يلا زيدي توريك المرايه تشوف راسك ضربيها والله ضربيها تستاهل اقسم بالله كنت دابا كنت اكليها في المدرسه
كنا حمص خطايا ليه درت لك كاع